من جانبه وصف وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين المباحثات مع الشكري بالتاريخية على مستوى العلاقات الثنائية. وأوضح الوزير الماليزي أن زيارته تأتي لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون مع مصر، وأن البلدين بصدد الدخول في حقبة جديدة من العلاقات، مؤكدا تطابق الرؤى تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني. من الهام أن أشير إلى أن الاجتماع اليوم هو اجتماع تاريخي في بين مصر وماليزيا على مستوى العلاقات، وبالقطع فإن هذه الزيارة كما أعتقد بالفعل تمثل نجاحا لوضع العلاقات بين البلدين في مسارها. تناقشنا في الموضوعات الإقليمية ولم نستطع أن نفوت القضية الفلسطينية. وأود أن أهنئ مصر على جهودها في السعي وتحقيق وقف إطلاق النار من أجل البدء في جهود الجهود الإنسانية وجهود إعادة الإعمار كما تناقشنا في المضي قدما في هذا الأمر. أعتقد سيدي أننا بصدد بدء حقبة جديدة بين مصر وماليزيا.